يسعد أوقاتكم. رح نعمل اليوم عرانيس الذرة بالأنستنبط بأسرع وقت. هنغمر الذرة بالماء بس ننتبه أنه ما تكون على حد الماكس. هنحطها على برنامج البرشر كوك لمدة 3 دقائق بس مع هاي برشر مور وهاي. بس خلصوا 3 دقائق رح نفك الضغط ورح يكون عنا عرانيس الذرة جاهزين، ولا أطيب ولا أسهل ولا ألز من هيك. نقدمهم مع رشة ملح وصحة وألف هنا. ممكن تدهنوهم بالزبدة كمان بيطلعوا كتير طيبين. بتمنى دعمكم لإلي على بروفايلي على الانستغرام وقناة اليوتيوب والاثنين باسم انستنبط باي نورا، وشكرا لدعمكم الدائم المتواصل لإلي.